من رام الله ينضم إلينا عبر الهاتف محمد الفتاني المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني. أستاذ محمد، يعني خالص التعازي في ضحايا هذا يعني الحادث الإجرامي البشع الذي قامت به سلطات الاحتلال ضد مستشفى المعمداني ليستهدف المدنيين المرضى العزل. خالص التعازي. خالص تعازينا للشعب الفلسطيني ولا زملائنا في قطاع الصحة والقطاع الإنساني في قطاع غزة. نعم أستاذ محمد، يعني ذكرت قبل ذلك أن الهلال الأحمر شأنه شأن المجمعات الطبية الأخرى تلقوا يعني إنذارا بالإخلاء من سلطات الاحتلال، تحدثنا عن ذلك. نعم صحيح، تلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإخلاء بعض مقرراتها من أهمها مستشفى القدس في قطاع غزة، شأنها شأن جميع المستشفيات أو غالبية المستشفيات إن صح التعبير في قطاع غزة. وقلنا من اللحظة الأولى أنه عملية الإخلاء هذه عملية مستحيلة من كافة الأصعد، من ناحية عملية، من ناحية أمان المكان، من ناحية وجود مكان آخر. وممكن أن نشرح مرارا وتكرارا هذا السبب، صعوبة الإخلاء، وعليه قررت جمعية الهلال الأحمر فلسطين وقرر عملا في جمعية الأحمر فلسطين البقاء في أماكن عملية يقدمون خدمات من إنسانية والإغاثية للمدنيين في قطاع غزة. وقد حذرت جمعية الهلال الأحمر فلسطين مرارا وتكرارا من هذا الإنذار الإخلاء، وقلنا أنه أن هذا الإنذار خطير، وإن تم تطبيقه فهي ستعتبر كارثة تنضم إلى الكوارث التي يعيشها قطاع غزة. قطاع غزة يعيش في كارثة إنسانية بكافة المقاييس، من نقص موارد، من نقص مواد الإغاثة، من قرار الكهرباء، من اقتراب نفاذ الوقود، من تشويش الاتصالات، وأيضا يكون هنالك التعرض للمستشفى كما تعرضت طواقمنا للاستهداف، مما ادى الى استشهاد 4 من زملائنا. قد حذرنا مرارا وتكرارا، وكنا على امل ان يكون قد وصل صوتنا الى المجتمع الدولي وبدات الخطوات لحمايه المنشات الطبيه، الا انه تفاجانا ليله امس بحادثه مستشفى المعمداني، وما زادنا قلق على باقي المستشفيات وخاصه مستشفى الهلال الاحمر وزملائنا. نحن نحاول كل جهودنا ان نقوم بالضغط والتواصل مع من يستطيع مساعدتنا، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاتحاد الدولي للصليب الأحمر، الهلال الأحمر، شركائنا جمعيات الهلال الأحمر، الصليب الأحمر، المؤسسات الدولية والإنسانية والإغاثية، مؤسسات المجتمع المدني، أي إنسان، أي شخص يمكن أن يساعد لتأمين المصابين وتأمين مقدمي الخدمة في قطاع نتعامل معه ونتواصل معه. نتأمل أن تكون أن لا نتعرض لهذا الموقف مرة أخرى، أن يكون القطاع الصحي يحمى، أن يكون هناك ممرات آمنة للوصول للمصابين، ممرات آمنة لإدخال المواد الأساسية والإغاثية والطبية لقطاع غزة. هل من وجود لمنظمات إغاثية إنسانية دولية على الأرض داخل القطاع؟ هل هناك وجود لمنظمات إغاثية إنسانية دولية داخل القطاع تعمل على في الميدان داخل القطاع بخلاف الهلال الأحمر؟ يوجد الأونروا واليونيسف، منظمة الصحة العالمية. الأونروا أعلنوا أيضا أنهم لا يستطيعون العمل في الميدان، وأنهم أيضا يعني تحت الاستهداف. يعني تحت الاستهداف، لكن كل من موجود في قطاع غزة يحاول القيام بعمله. يعني حتى المعابر هي مغلقة لإدخال أو إخراج الموظفين، يعني فالجميع موجود في قطاع غزة يحاول القيام بواجبه. نحن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني كوادرنا من بداية الحرب إلى هذه اللحظة توصل الليل والنهار، لا يأخذون غير سوى بضعة ساعات للاستراحة لمحاولة إكمال مهامها بضغط، يعني ويعانون من الضغط العمل والضغط النفسي. انت تقولين على طاقم لا يعرف شيء عن اهاليه، لا يعرف ان كانوا بخير، هل هم احياء ام استشهدوا، هل منازلهم دمرت او بقيت، لكن يصرون على تقديم خدماتهم الانسانيه. فوق كل هذا يرون الشهداء، اشلاء الشهداء، المصابين. نحن نطلب بتامين طواقم طبيه، اعطاها حريه العمل بامان وسلام،
لتستطيع أن تقدم خدماتها للمدنيين الموجودين في قطاع غزة. كيف ترى أستاذ محمد تعامل المجتمع الدولي مع يعني الوضع يعني لا أستطيع أن أصفه ما يحدث في غزة، وما يدعي سلطات الاحتلال الآن أنهم لم يقوموا باستهداف المستشفى بالأمس، وفي نفس الوقت يرسلون إنذارات إخلاء للمواقع الطبية والمستشفيات؟ نحن نحاول كما قلت نحاول أن نتواصل مع شركائنا، مع اللجنة الدولية للسلال الأحمر، مع كل من يمكن يكون لديه تأثير لإلغاء إنذار إخلاء المستشفيات، وأن يعطينا الأمان ويعطينا الحرية في تقديم مهامنا الإغاثية والإنسانية. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني هي جمعية معترف بها ضمن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، تقوم على تقديم خدمات الإنسانية والإغاثية للمدنيين في زمن السلم والحرب. ما هي الاحتياجات يعني الفعلية أو الواقعية للطواقم الطبية والمستشفيات داخل القطاع، ويعني ما تحتاجونه من نواقص في لتقديم الخدمة الطبية؟ للأسف يعني الاحتياجات أصبحت يعني تتغير يوما في يوما. كنا نطالب ببعض المواد الطبية، نحن الآن نطالب بأمان وحماية للمنشآت الطبية، وخصوصا جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وكوادرها وكل من يقوم بالعمل تحت رايتها، بحاجة للمواد الطبية والمستهلكات الطبية والأدوية. أنت رأينا عدد هائل من الإصابات والجرحى في مدة زمنية قليلة، بحاجة لوقود لتوليد الكهرباء ولإكمال أيضا مهام سيارات الإسعاف بالعمل، بحاجة لمواد غذائية، بحاجة لمواد عناية شخصية للنازحين واللاجئين. نحن نتحدث عن أعداد كبير من النازحين والمتواجدين في غرف أو مدارس الأنور أو حتى في أروقة المستشفيات، وخاصة مستشفيات الهلال الأحمر ومراكز الهلال الأحمر، العدد الكبير بدون نظافة شخصية. أنت تقول يعني معذرة أستاذ محمد، يعني أو معذرة أستاذ محمد، نرى على الشاشة الآن يعني غارات إسرائيلية على قطاع غزة. إذا ما زالت يعني السلطات الاحتلال تستهدف القطاع بغارات لم تكتفي بما فعلته بالأمس من قصف المستشفى المعمداني الذي أسفر عن مقتل حوالي 600 يعني شهيد، ولكن تواصل اليوم الغارات، وتكون هذه الغارات في حضور جو بايدن الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل، الذي يقوم بزيارة اليوم إلى إسرائيل، وأولف شولتس المستشار الألماني يزور القاهرة. إذا يعني تستمر إسرائيل في غاراتها على قطاع غزة رغم يعني هذه الزيارات المتكررة أو التي نشهدها في المنطقة، ورغم الإدانات الدولية العنيفة لما حدث بالأمس، ولكن للأسف تستمر في استهداف غزة. وكما تابعنا أيضا صباح اليوم هناك استهداف لمخبز يقدم الخبز للسكان وللنازحين الذين يعني فقدوا منازلهم، ويعني خدمة إنسانية بسيطة ولكن أنها أيضا مستهدفة من جانب سلطات الاحتلال. نتابع الآن هذه المشاهد على الهواء. أعود إليك أستاذ محمد وأسألك، يعني هل من إجراء قانوني يمكن أن تتخذه الآن، يعني الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إجراء قانوني على مستوى دولي لإنذار إسرائيل بما لإلغاء إنذاراتها بإخلاء المستشفيات؟ هذه الأمور يمكن تتحدث مع أكثر مع أصحاب الاختصاص، لكن نحن كجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نحن جمعية إنسانية عدم متحيزة، تقوم بخدماتها الإنسانية في للمدنيين في السلم والحرب. نقوم ما نستطيع به من تقديم الخدمات على أرض الميدان بأقصى طاقتنا بأقصى ما عندنا لمحاولة الحفاظ على حياة المدنيين، وأيضا في الشق الآخر نقوم بالتواصل مع المؤسسات الدولية ومع شركائنا لمحاولة بناء ممرات آمنة، توفير حماية وتوفير مواد طبية وإغاثية. من موقعك يا أستاذ محمد، يعني تحدثني عن الحالة النفسية للأطفال والنساء في المستشفيات، بعيدا عن الحالة الطبية بالتأكيد، الحالة النفسية لهؤلاء الذين يعني يرون الموت كل يوم
في قطاع غزة، يعني كيف يعني يعيشون أو كيف يتقبلون هذه الأجواء؟ يعني على حسب ما شان من المكالمات مع زملائنا في أرض الميدان وما رأيناه عبر الفيديوهات المرسلة إلينا، يعني أولا نثمن دور طاقم الاحتلال الأحمر الفلسطيني بشكل خاص وطواقم الإغاثة بشكل عام على دورها في هذه المحنة. تقوم جمعية الاحتلال الأحمر الفلسطيني بتقديم خدمات الدعم النفسي في قطاع غزة حتى يتم إعطاء ما يسمى الإسعاف النفسي الأولي خاصة للأطفال الذين شهدوا ولادة الحرب أو تعرضوا للإصابات أو فقدوا عزيزا عليهم. شاهدنا يوم أمس كان هناك إرسال وتم نشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي كيف الأطفال يلهون على درجات المستشفى. نقوم بالتخفيف على الأطفال، نقوم بالتخفيف عليهم ونحاول أن يكونوا يجتازوا هذه المحنة. كما أن المكالمات مع الزملاء في قطاع غزة يعني تسمعين بصوتهم التوتر، تسمعين بصوتهم الحزن التعب، نحاول أن نقوم بدعمهم. أنا كما أسلفت هم من مدة 12 يوما وهم على رأس عملهم، لم يغادروا الميدان، لبوا النداء في كل دقيقة، قدموا ما يستطيعوا، يقدموا ما يستطيعوا، لا يعرفون شيئا عن أهليهم، لا يعرفون شيئا عن بيوتهم، هل هم أحياء، هل هم استشهدوا، وأيضا يرون هذه الويلات، وأيضا هنالك التوتر بسبب الإنذارات وعدم الأمان. أنت تقولين على نفسية، أنا باعتقادي هي نفسية صعبة جدا، لكن تخطوا كل هذه ويقومون بدورهم، وهذا شيء نفتخر به ونشكرهم عليه، وإن شاء الله أن نستطيع إكمال خدماتنا الإنسانية. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد الفتاني المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، متحدثا عن الأوضاع الإنسانية والطبية بالغة الخطورة في قطاع غزة، عن منشآت طبية لا تستطيع تقديم خدمة طبية لنقص شديد في المواد الطبية، وأيضا الاحتياج إلى ممرات آمنة لإيصال المساعدات الطبية إلى المرضى والمحتاجين هناك. ونتابع الآن مشاهدينا، ما زلنا نرى قصفا مستمرا لقطاع غزة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي لم تكتفي بما فعلته بالأمس بهذه الجريمة النكراء والتي ينكرها سلطات الاحتلال حتى الآن كالعادة، ولكن يعني هذا الحادث الإجرامي الذي يرقى إلى مستوى جريمة الحرب والذي أودى إلى بحياة أكثر من 600 شهيد حتى الآن من المدنيين والأطفال والنساء العزل الذين يعني لجأوا للمستشفى لتلقي خدمات طبية أو لجأوا للمستشفى للحماية بها من بعد أن تم إخلاء منازلهم